احسن عم يعلق معلقين التعليقات عن الناس كلها كانت معلقة التعليقات ما بعرف شو صاير كان بيعمل تحديث جديد للانستغرام انه قلت الناس روحوا علقوا اكثر 10 اشخاص بعلقوا هيك لانه ما شفت اول شيء تعليقات صارت خلوا شوفوا صارت اكثر 10 اشخاص بعلقوا على الصوره اللي نشرت من شوي احمل لهم فولو اوكي الله يسعدكم يا رب حبايبي لو سمحت قديش نفس الارجيل اللي قبل قعدت فيها ترد والله انا ما ولا مره سالت قديش والله صراحه اخواتي يعني انا بقعد انا رفقاتي بنطلب ارجيل اكل شرب هيك وبحسب بمشي يا انا يا هن حسب يعني شيء انا شيء هن بس يا ما اظن 40 ليره كان هيك شيء ما اظن اكثر اجواني خلصت باب الحاره لا بالعكس مساء الخير مساء النور هلا روحي الله يحفظكم يا رب الله يسلمكم اوكي حبايبي نزلت صوره جديده من شوي كان في مشكله بالانستغرام اكثر عم لهم فولو بتشرب الفولو الكل طبعا بس لانه عشان يكون في ترند تفاعل الناس متفاعله بتشرف الكل لا باب الحارة ما خلصت ما خلصت لسه في اجزاء لانه ليش تسكر لايف لانه في مشكله بالانستغرام تحديث خير ان شاء الله قلت لي القانون راح ياخذ حقك والمسيره خلصت المسرحيه خلصت المسرحيه انا البنهيه يا حفوضه قلت لك ما في فك الا تطلع تعتذر مثل البني ادمين مثل البني ادمين يعني ها مع انه ظلم البني ادمين فيك يعني يا خساره كل حال شو بدنا من الناس شيلونا من الله يسعدكم اوكي يا جماعه رح اعمل فولو لاكثر 10 اشخاص بيعلقوا اخر صوره عندي بحسابي الصورة نشرتها من شوي ادخلوا هيك فجروا تعليقات وصلوها كيفوا نوصل الصورة حاليا من هون لخمس دقائق كلها 10 دقائق طار حساب الحفوضة والله اللي بدي يأذي الناس ويسب شرف الناس بدي يستحمل ردة فعلها يستحمل ردة فعلها هي بقولكم اياها بصراحة يعني اللي بدي يأذي الناس ويسبسب الناس ويحرض الناس على شيء غلط يستحمل ردة فعلها مريوم نورة مريوم انا اذا عم بحكي غلط اخذ عينك دخيله بقناه لك والله كبيره بتجوج لك الله حيه الله حيه وبتلاحظوا بشكل عام بشكل عام ايوه بتعرفوا انتوا هالشيء لك الله ولك راد هربج على راسي حبيبي انا بتشرف فيكم يا جماعه يا حكيت بفيديو انه هو ما بيحكي كردي وما بيحكي عم بيحكي كردي وعم بيحكي حلبي مدري شو انا اول شغله بمثل حالي بتشرف بسوريا وشعب سوريا واهل سوريا ولاد بلد ما قلت لاي حدا بزعلي انا ما قلت لاي حدا واقف بزعلي ولا بحكي لحدا يا بزعلي انا عم بحكي بالشيء لانه انا عندي اصل عم بتشرف باصلي مو مثل بعض الجماعة ما عندهم أصل ما بعد هذا بيعرف وين أصلا عشان ما عنده أصل مو ناطر من حدا يقول لي أنت بتمثلنا أو أنت بتمثلنا أنا بتشرف في الكراد وبتشرف في الاحترام برد الله على هاي النقطة يعني سيدي برد الله بالفيديو بكرة في حلقة جديدة من باب الحارة عودة معتز حيربيهم حيربيهم أنا بيهمني أنتوا تشوفوا وبتشوفوا بعينكم الحقد خد لوين والفتنة طال حساب الحفوضة عمل بإيده أنا لحد الآن ما حولت المشاهدات اللي أجت على الفيديوهات لإعلانات ما حولتها أنا ما فعلت الربع ما فعلت الربع اللي بده مشاهدات بده ربع أنا ما فعلت لغيتها كلها أنا مالي بحاجة قلت مالي بحاجتهم الحمد لله رب العالمين
كله شغال الحمد لله. مين الحفوظة ولا خالة؟ لا لا لا، حفوظة جوز اللي طلع سواح على زلمة البيت، بلش يسبسب الناس ويكذب ويألف قصص. شو هو؟ اتصالح، وهذا الشيء صعب. انا ما عاد اتشرف في هيك اشخاص منافقين فتنه، اشخاص طول عمرهم بس هيك بريدوا الاذى للناس وبريدوا كل شيء وبنكروا المعروف. البنكر المعروف شيء صعب كثير يا جماعه. انت لما تعمل معروف مع شخص، وانا بقلبي والله العظيم انا بقلبي ما في حقد ما ضد اي حدا، ما في حقد ضد اي حدا، تمام. انا بالعكس الله يسامح الجميع، فقد اعتبار على الشيء اللي عم بيصير. انا لما حدا يجيب بيسبسب عليك على الخاص وسبسب عليك قدام الناس، لا تعال حبيبي وين انت؟ حكيت ما بيعيبني شيء. انا شاب، ولما انتوا احكوا لي انتوا كبنات او كشباب انا بحكي شيء غلط، انا كشاب هي ما بعيبني شيء، بس انا بحكي عليها لانه بحترم الشيء. اوكي يا حبايبي، رح اشوف تعورجيني بس حساب الانستغرام.